Revue de presse. في الريفيو دو بريس اليوم باش نرجعوا على موضوع كنا تناولناه البارح فيه اسمه مزيان، موضوع الحاله نتاع الطفل يوسف برينيس، طفل الثمانية سنوات. يوسف اللي عنده مرض نادر يتمثل في المونك دو بلاكيت في الدم، ملي عمره 4 سنين وهو يعاني من المرض هذايا. كنوزة فام كانت تنقلت للمنزل نتاع عائله يوسف من هارين، والبارح كنا تناولنا الحاله الصحيه ليوسف اعلاميا كاول وسيله اعلاميه في تونس تتناول الحاله هذيا. الحاله الصحيه بطبيعه ما قصرتش، وزاره الصحة البارح تفاعلت مع حالة يوسف، وتوا معنا سي سيف برينيس على الهاتف والد يوسف باش يعطينا آخر المستجدات وكيفاش كان تفاعل الوزارة. سي سيف صباح النور. صباح الورد. طمنا ساعة أول حاجة على حالة يوسف. والله حالة يوسف حاليا نجم نقول كان مستقرة، مادام مش في الدار، في الدار مستقرة، مش يمشي يقرأ، مازال في الدار مستني في الدواء إن شاء الله على قريب. إن شاء الله مادام إن شاء الله شان تونس ما تجيبش إن شاء الله يا ربي أمين. ثم شعب هكا، ومدين ثم أعلام هكا، ومدين ثم مسؤولين في 24 ساعة يتبدل القرار ويتبدل التوجهات، ناس تحب تبدل، ثم عزيمة عليها رانا بقدرة ربي يوسف وأمثال يوسف روكس ان شاء الله يا ربي. سي سيف كما قلت الحاجه الجديده والحاجه الباهيه اللي سمعناها في الملف هذايا انه فما تفاعل صار من الوزاره، كيفاش كان التفاعل نتاع الوزاره البارح؟ هو التفاعل مش من الوزاره برك، التفاعل حتى من الكنام. الوزاره البارح اتصلت بينا في الليل، حتى احنا معنا في وسائل الاعلام اللي فما بخيز مشارج يوسف. قلنا راه بعث الاوردونونس حاجه تقنيه، معناها بعث الاوردونونس لفاتي شونفرال باش تولي هما باش يجيبوا الدواء باش ينسقوا بيناتهم. هذا كله احنا ما كناش فيه. امبارح في الميديا اتصلت جلسه الاعلام زوجتي بعد الحادثه التلفزيونيه مع القاضي وفسرت لها اللي السيد الوزير راهو خذا اون شارج، الوزاره خذات اون شارج، واكدوا اللي الدوله خذات اون شارج يوسف حتىش اللي تتوضح الأمور الإجرائية مع الكنام. الحمد لله رئيس مدير العام تاع الكنام إلى رياجي بوزيتيفمون، كلم مكلف الإعلام البارح في التلفزة وقال الباب مازال محلول، ثم أمل ثم لجنة باش تنظر تخصيصا في الموضوع نتاع يوسف وباش يعاود ويقرأ ويدموه من جديد، وإن شاء الله الباب محلول باش ياخذ يوسف أون شارج. احنا مش 6 أشهر، احنا نحبوا على طول عطيش كنت أنا لو إن شاء الله يرتاح لي في 3 أشهر أو 6 أشهر. أمين يا رب. وما نخسرش أي واحد، والدوام اللي تجيني هو إن شاء الله يجي واحد غيري يمكن محتاج أكثر منه. يعني باش نحاوصله سي سيف، الوزارة يعني الوزارة والكنام والإعلاميين ككل تفاعلوا مع حالة يوسف، هذه الحاجة اللي تفرح الأولى. حاجة اللي تفرح الثانية اللي الوزارة قالت باش تاخذ على عاتقها علاج يوسف لمدة 6 أشهر. هو مش لمدة 6 أشهر، هو تقنيا ما ينجموش يطلبوا الدواء أكثر من 6 أشهر، هذاك علاش هما مربوطين ب 6 أشهر، هذا اللي فهمناه. وسيد الوزير تعهد هو شخصيا وقالته هذا المكلف بالإعلام اللي حتى كان دامت أكثر من 6 أشهر راهو متعهد شخصيا بالمئة باسم الدولة التونسية وباسمه الشخصي اللي يوسف برينيس مش تخليه عليه. واضح، وهذه حاجه ديجا تفرح. يعني المكلفه بالاعلام هي اللي وصلت لكم الميساج هذايا به. دونك بعد 6 أشهر به تقنيه، قلنا 6 أشهر ينجموا هما يتكلفوا بالموضوع، من بعد في انتظار يعني تتكون لجنه هكا في انتظار الكنام اللي البارح اعلنوا رسميا اللي تم لجنه باش تنظر في الموضوع تاع يوسف اليوم ولا الا ماكسيموم نهار الجمعه نهز لهم الى المطلب نتاع يوسف باش يعملوا اعاده نظر. وين عندي امل اللي باش نفقد ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله الباب تحل، وان شاء الله يا ربي تكون فتحت خير. امين يا ربي على يوسف وعلى ولاد تونس الكل. امين يا ربي، امين يا ربي. دونك ظهر لي معناها فما ميساج نتاع امل كبير برشا نسمعوا في كلامك، يعني فما والله واحد ما عادش لاقي شنو باش يتكلم، ولا مانيش لاقي الكلمات بالحق. مانيش فما اختي وقت اللي فما شعب عظيم كيف هكا والسوليداريتي كيف هكا في تونس، وقت اللي فما اعلان في 48 ساعه يقلب الدنيا الكل، كيفكم انتم راه منحب هذا دورنا سيدي، هذا دورنا. نشكر نجبد نحب نقول
اعلام الكل، الناس الكل خصصت مجهود كبير للقضيه نتاع يوسف، والقضيه نتاع يوسف راهي قضيه ولدي وقضيه برشا ولاد توينتا. ان شاء الله يتحل الباب يا ربي على توينتا الكل، ان شاء الله حتى صغير ما يمرض وحتى ابوه ولا امه يتعذبوا على ولاده. امين ان شاء الله يا ربي. ديما نقعدوا هكا، ديما المسؤولين متوسطين ولا كبار يغياجيش بوزيتيفمون وفي شعب باش نقلوا ولاد توينتا ان شاء الله. هذوكم هما المستقبل تاع تونس، مستقبل تاعها هذاك هو مستقبل تونس. ان شاء الله يا ربي يفرج على سيف برينيس وربي يفضله لك، وان شاء الله نطمنوا اكثر. اكيد احنا باش يكون عندنا متابعه للحاله الصحيه نتاع يوسف، وان شاء الله يا ربي ما نتهناو عليه ومن نسيبوا الملف هذايا لما راهو يوسف قام على ساقيه لاباس وفي صحه جيده.